لذلك أنا رسالة عامة مثلاً، تستمع مثلاً إلى خطبة، ولكي يكون واضحاً، خطبة لعدنان إبراهيم عن الفاروق عمر الذي أعشقه من كل قلبي رضي الله عنه وأرضاه، ولا أقول بعصمته. إيه؟ لماذا؟ خطأ عمر، ومن قال لك أنه لا يخطئ؟ هل أنت أيضاً تقول بعصمة عمر؟ إيه طب خلاص، ما المشكلة؟ إيه الخبيث يخطئه؟ لا يا أخي، ليس هكذا. خطبة من جزئين، والجزء الثاني ما الذي بقي من عمر؟ يسمعه أي منصف يفرح بها، أليس كذلك؟ ويتعلم منها الشيء الجديد، لكن لم نرى فيها جديداً، فقط هذا الخبيث يمدح عمر لكي يقول، وللشيعة شبهات قوية ومحيرة حول موقف عمر من علي. اللهم اشهد أنها شبهات قوية. أنا أقول الآن 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 شبهات قوية ومحيرة يا شيخ. نعم، لكن أنا كعدنان إبراهيم، كعدنان إبراهيم في نفسي كما أعلم لدي جواب عنها بفضل الله، مرتاح إليه تماما. لو لم أرتح إليه لصرت شيوعيا على الأقل في هذه المسألة. أبدا، في نهاية المطاف الله تعبدني بعقلي، ليس فيما يملى علي. سأفتح هذا الملف إن شاء الله في فرصة قريبة، موقف عمر من علي، إيش القصة؟ ولن أذكر أن شبهات حتى لا أشوش بها على بعض الناس. فأخي الشيخ الدهوم يقول لك شوف خبيث يمدح عمر، لا، كان من حق، من حقي عليك، من واجبك حتى إزاء المشاهدين أن تقول استمعت إلى خطبة من جزئين، وأن تقول ما في قلبك، تقول أشهد أنني سمعت العجب، استفدت كثيراً، أشياء غير مسبوقة، أشياء جميلة، أشياء لطيفة، لكن أخذت علي، وربما هذا يكون من جراء موقفي منه، أنه قال كذا كذا، لماذا يقول هذا؟ أسأل الله أن تكون هذه السيئة مغمورة في بحر حسنات إيه خطبتي، لم تفعل هذا، أنت تقول ما في، خطبتان تساويان فقط أنه قال بخبث. هذا ملف محير وشبهات محيرة، ليس هكذا، ليس هكذا. أين الإنصاف؟ أين التقوى في إرسال الكلام؟ على كل حال، طيب،